الريال تضحك على طول، وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. الحين مين اللي المفروض يتضايق، انا ولا انت؟ رد علي، لا تطنشني. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. أنا المفروض أضايق وأزعل، لأن يعني إحنا وين رايحين؟ رايحين عشاء ولا رايحين عزاء؟ قاعدة بروحك وساكتة وما تكلمين مع أحد وما تدبوزج، ليش؟ لا أنا كنت قاعدة لحالي لأني ماني متعودة على هالأجواء، وبعدين ما أعرف أحد فيهم. تتعودين، ولازم تتعودين، لأن أنا بطبيعتي ما أحب المرأة الساكتة الخجولة، بالعكس أنا أحب المرأة البشوشة الاجتماعية اللي تشاركني حياتي. يعني أنا صرت الحين ما أشاركك حياتك؟ رايد أنا ما فهمتك، مدري وش تبي بالضبط. المرأة الذكية ما تحتاج أن أحد يقول لها زوجها شنو يبي، لأن هي لازم تفهمها كذي وهي طايرة، وأتوقع أن أنا مو صعب، بالعكس أنا واضح. يعني تدري شون، أنا أشوف أن أنت لازم كلك كذي على بعضك يتغير، كلك لازم يتغير، ولا إيش؟ تهددني؟ لا مو تهديد، لا عشاء، لا مو تهديد، اعتبري انذار، معلومة، نصيحة، سميها اللي تبي تسمينها. ارد عيدك يا انا احب المرأة البشوشة الاجتماعية السعيدة اللي تشاركني حياتي، ما احب النكدية. ولا وبحب الناس الرايقة تضحك على طول.